بدأ ناخبو محافظتي ظفار ومسندم المتواجدون خارج محافظاتهم الإدلاء بأصواتهم اليوم لانتخاب من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة. بلدية ظفار تركب عدة إشارات مرورية ضوئية ذكية هدفت لفك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة على رواد الطرق بصلالة للوصول إلى مقاصدهم في أسرع وقت ممكن. قالت مصادر فيما تعرف بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز اليمنية إن نحو 30 شخصا من مقاتلي المقاومة قتلوا، كما أصيب 16 آخرون في غارة جوية وصفت بالخاطئة شنتها مساء السبت مقاتلات التحالف العربي على موقع تابع للمقاومة في بلدة الوازعية. وفي المملكة المتحدة زار مجموعة من الطلبة اللي يدرسون بجامعة برمنجهام معرض يضم أقدم مخطوطة من القرآن الكريم في العالم، وتعرفوا على تفاصيل ومحتويات المعرض اللي يضم هذا الكنز الكبير.